ابنتي على حساب ابني، ها على حساب ابني، الكياد الوالدين، الكياد الام، الام ما تردلوش الكياد ابنها. واش ما عندوش خوتو؟ ما عندوش يماه؟ حشومه عليه، عيب وعار. هاد الام اللي كتحرق في الداخل ديالها، اللهم هذا منكر، هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا. خوفان عليهم يخرجوا، خوفان عليهم يمشيو عايدين بلاصه، انا خوفان على راسي. مي غيكون انا بنتي ساكنه هنايا، مي كنت طفل هذا العمر مشى من باب دارهم وتقتل وبقى خمس ايام مختفي، ودابا عاد بان السكين مدفون. اذا كيفاش قلب الام ديالو؟ انا ام حاسه بها، خصنا الحق هذا الطفل والاطفال كاملين، وهذا الام اللي كتحرق في الداخل ديالها. اللهم هذا منكر، هادشي هذا راه بزاف وخصنا كلشي يسمعنا. سمعتيني بيتا كنبكي، ما نعرفش من الجوج اللي طلعت في فيسبوك، ما نعرفش هادشي هذا كيما وقع لهاد العائله، هذا يوقع لولاد ولادنا. سمعتيني؟ يوقع لولادنا ولاد ولادنا. وطنجه ما عمرها كانت هكذا. طنجه هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين رانا كنسمعوا بزاف ديال الجرائم. حق حد هذه الجريمه هذه ما عمرها وقعت. هذه الجريمه هذه يعني جريمه بشعه، جريمه خايبه، ما عمرها وقعت في طنجه الجريمه بحال هذه. العائله مسكين باقي صغير. لما اسمح لي صراحه الله انا تفاجات، كنت ناسه بالليل وملي نفقت على الخبر ديال انهم وجدوا عدنان فرحت، قلت صراحه الله، قلت الحمد لله الامن قام بالواجب ديالو ولقى الولد. ولكن كانت الصدمه وصدمه قويه ملي قالوا لي لقاوها مدفون. انا عندي ولدي كيقرا في المدرسه، انا من بلاصتي بلاصتي يما، لانني انا بيدي ام، كيفاش غتكون يما؟ اذا كنت انا الجاره ديالها حسيت بالالم وحسيت بهذا الحقره والقهر، كيفاش غتكون الام ديالو؟ حتى حنا امهات وعندنا ولادنا، الدوله بغات يخطفوهم. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. خلى الناس خايفه، حنا ما نعسناش، حنا بيتين فايخين، حنا خوفانين، عندنا وليداتنا كيمشيو ويجيو وكيقراو، دابا ولينا نخافوا، فين فين كيفاش غادي نعملوا؟ واش نشدوا عليهم الباب؟ واش نبقاو عساسين عليهم؟ واللي خدام، واللي كيجيب الطرف ديال الخبز، اللهم هذا منكر، عيب عليهم، حرام عليهم عملوا هاد الشيء هذا، حنا كاملين خوت، كاملين اسلام، واش ما عندوش خوتو؟ ما عندوش يماه؟ حشومه عليه، عيب وعار، علاش غيجرحوا هاد السيد؟ علاش غيتعداو عليه؟ حرام، هذا الظلم، هذا منكر، اللهم هذا منكر. هذوك الناس اللي كانوا كارين معاهم، هذوك الدراري تا هما خصهم اشد العقوبه تا هما، حيت تستروا على الجريمه. العائله 4 ايام، 4 ايام والعائل في وسط الدار، اولا 5 ايام. وهاد الناس هذوك خدامين في لازون فرونج كيخرجوا ويدخلوا، تا هما مشتركين في هاد الشيء، وتا مول الدار اللي كرالهم تا هو مشترك في هاد الشيء. كل شيء خصو اشد العقوبه بصراحه، بان ماشي واحد، راه 5 الناس، ومول الدار تا هو يدخل في هاد الشيء هذا، واللي كرالو كاملين بهم هاد الناس هادو، كاملين بهم يطبقوا عليهم اشد العقوبه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليصلكم كل جديد.